حرصت أن أكون في هذا اللقاء وكان ضمن جدولي. أنا قلت أريد أول زيارتين أقوم بها خارج يعني مقر عملي هي المؤسستين. المؤسسة الأولى هي جامعة عدن والمؤسسة الثانية هي جهاز الرقابة. كانت هذه الرسالتين الرئيسيتين اللي كنت أريد أوجهها. متطلبات العمل أخرت الزيارة 5 أيام أو 6 أيام، لكن أنا حريص أن أتي وأتحدث معكم بشكل مباشر سواء فيما يتعلق بقضايا التعليم العالي وقضايا جامعة عدن، هذه الجامعة العريقة التي جميعنا نفتخر بها ونقدرها ونعرف تاريخها والأدوار العظيمة التي لعبتها مؤسسة وكادرا، لكن كذلك لأنه حريص أن أنقل وأشارك معكم قضايانا العامة، الهم الرئيسي الذي لنا، لأنه الجامعة ليست مجرد مؤسسة تخرج طلاب، لا مش فقط عملية التعليم، ولكن الجامعة هي منارة، هي جهة استشارية للحكومة وهي جهة يعني تعمل استنارة في المجتمع، تقدم رؤى، تؤثر في المجتمع بشكل كبير جدا، تطرح أفكار، تخلق رأي عام، ترشد سياسات. لذلك الجامعة دورها مهم ومحوري وكبير يتعدى حدودها داخل أسوارها. لذلك أنا حريص أولا أن أتكلم معكم بالشأن العام، ثم سأتي لأتحدث معكم بالشأن الجامعة. وأنا لدي تقرير تفصيلي اطلعت عليه أمس وقرأته، وأمامي يعني برنامج استثماري للجامعة ب 126,296,000 دولار. لأنه نحن أحيانا يعني كلنا في كل منشأة نأتي لدينا احتياجات يعني غير نهائية، ودائما لدينا قائمة مشتريات كل واحد إيش اللي في رأسه، لكن المهم أن تكون لدينا قائمة أولويات، ما هي القضايا الرئيسية التي إذن ركزنا عليها سننهض بمؤشرات حيوية مهمة جدا في مؤسساتنا. لذلك مهم أن ندخل في نقاش صريح صادق في ما هي هذه الأولويات المهمة بالنسبة لنا. نفس الشيء بالنسبة لبقية الدولة، أنا من يوم ما جيت وأنا أطلع على تقارير المؤسسات المختلفة، وأنا يوميا ألتقي مع كل المؤسسات، لقاءات غير يعني غير متلفزة وغير مغطى إعلاميا، المغطى إعلاميا فقط كان الكهرباء، والهدف هو إرسال رسالة للناس بأن هذه قضية رئيسية مهمة تشكل أولوية بالنسبة لنا. لكن في كل قطاعاتنا بدون استثناء هناك تركة كبيرة، تركة مبعثها الرئيسي كبير، يعني هي حتى من قبل الحرب نتيجة لسياسات كثيرة جدا يعني هيكلية، سواء متعلقة بنمطنا الاقتصادي، متعلقة بمنظومتنا الإدارية، متعلقة بالإرادة السياسية، متعلقة بعوامل كثيرة جدا قادت على مدار السنوات إلى ما نحن عليه اليوم. لكن بالتأكيد المعضلة الرئيسية والكبيرة التي تواجهنا اليوم والتي أحيانا تغيب عننا هي موضوع الحرب. نحن لازلنا في حالة حرب مفتوحة مع هذه الميليشيا، نحن لازلنا مع طرف يعمل ليل نهار للاستحواذ والسيطرة على كل اليمن، مشروع لا يحصر نفسه كما نعتقد أنه سيحصر نفسه في المناطق التي قد تواجد فيها وسيطر عليها. هذه قضية مهمة جدا، أحيانا نحن نعمل ونشتغل وكذا كأنما الأمور تسير وأن السلام قد تحقق وأن الدنيا مأمونة، هذه نقطة لا تغيب عننا أبدا. نحن لازلنا في مواجهة مفتوحة وشرسة مع هذا المشروع، يستكين يهدأ لكن المشروع لا زال قائم والحرب لا زالت مفتوحة. هذه قضية مهمة وهذه أم المشاكل، إن لم نعالجها كل ما سنبني كل ما سنحققه مرة ثانية سيدمر وسيعود. هذه نقطة يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا تماما. لكن بالتأكيد ونحن نعمل يعني في هذه الجبهة هناك متطلبات كثيرة للناس للإنسان، ونحن دائما نتكلم عن الوطن وننسى المواطنة، نتكلم عن الثورة وننسى من قامت الثورة من أجلهم، نتكلم عن القضية وننسى من الانتصار لمن هذه القضية أساسا هي من أجلهم. الإنسان إن لم يكن هذا الإنسان يشعر بأنه يعني أنصف، بأنه احتياجاته الرئيسية ملبى، لا يمكن له أن ينتصر لأي قضية، لا يمكن له أن يدافع عن أي وطن. ما هو الوطن الذي سيدافع عنه؟ ما هي الثورة التي سيدافع عنها؟ فلذلك مهم جدا أن نوازن بين مفهوم الوطن ومفهوم المواطنة.
ويجب أن ننتصر دائما، ونحن الوطن هو كل شيء بالنسبة لنا، لكن المواطنة والمواطن هو المبتغى وهو الهدف الرئيسي وهو الإنسان. لذلك نحن كحكومة معنيين بكثير من القضايا للانتصار لهذا المواطن والعلاقة بالمواطنة المتساوية لكل اليمنيين دون استثناء. وهناك جملة كبيرة من التحديات والقضايا، لأنه توقف التصدير النفطي من أكتوبر قبل العام الماضي، ما نصدرش نفط، فقدنا جزء كبير من مواردنا الغير نفطية، ولدينا ضعف في كثير من المؤسسات الإيرادية. هذا يشكل تحدي غير طبيعي كبير جدا لنا كدولة، كحكومة، كمؤسسات بشكل كامل. بالمقابل نحن لا زال نمطنا في اتجاه سواء الإنفاق أو سياساتنا في تنمية الإيرادات ليست بمستوى هذا التحدي، ثم نتجه بالاتجاه الآخر إلى البحث عن كل الموارد الممكنة وننميها، ونركز على الأولويات التي يعني لها علاقة مباشرة بالناس. تحدياً كبيراً أنا أولاً بالنسبة لي سعر الصرف، وهذا القضية الرئيسية. مهما عملنا من أنشطة، مهما عملنا، لكن الناس ستحاسبنا بالنهاية على وضع الاقتصادي العام، على قدرتها الشرائية، على الأسعار الذي ستتحرك في النهاية. التجارة والأسعار في السوق ستتحرك باتجاه الوضع الاقتصادي، العملة، السعر الموازي كم بيكون. هذا تحدي مهم. تحدي مباشر آخر وللناس وتحديدا في المحافظات الساحلية وفي المقدمة عدن، الكهرباء. كلكم تتكلموا عن الكهرباء، وهذا تحدي مهم وكبير جدا، وفيه تراكمات كثيرة جدا. وأنا لا أملك حل سحري، وأنا أتمنى لا أملك عصا سحرية، لكن قلت وعاهدت الله سبحانه وتعالى ما دمت يعني في هذا الموقع لن أدخر جهدا مطلقا في أننا أبذل كل ما استطعت من أجل التخفيف على الناس. هذا عهد لله سبحانه وتعالى. لذلك إن لم نستوعب جميعا هذا الظرف ونتحمل مسؤوليته بشكل كبير ونتعاون ونعرف بأننا أمام تحديات كثيرة، وأنا سواجه تحديات كثيرة، وسأمضي في هذا الأمر، سأمضي وأنا ذخيرتي وجهدي الناس، أنتم زملائي أساتذة الجامعات، عقل الأمة هذه وضميرها، عقلها الحقيقي، من يصل إلى الناس بالعلم. من أنا أتمنى اليوم الذي أعود فيه في أوساطكم، وأنا كنت أستاذ جامعي وأعلم أنه أفضل شيء للأستاذ الجامعي وهو في الفصل، ويحصل يعني مجازاته المباشرة من الطالب لما يرى بريق في عين الطالب وهو سعيد بأنه تحصل على شيء طيب، لما يشعر بأنه أدى رسالة. هذه أعظم جائزة يحصل عليها الأستاذ وهو يتعامل مع النظريات ويتعامل مع الحداثة ويتعامل مع المستقبل، والشباب بعنفوانهم بإشكالياتهم لكن يظلوا يمثلوا الجزء النقي في أي مرحلة عمرية. هذه ميزة لا تتخيلها. كلما ذهبت إلى الواقع الحقيقي كلما شعرت بمستوى بالصعوبة والألم. لذلك مهم جدا أن نبقي هذه المسألة، مهم جدا، ونحن نتعاطى مع هذه الشريحة الأكبر والأهم والأوسع اللي هي مخرجاتنا الحقيقية. أنا لما أجي أشوف يعني أقعد مع وزير التعليم العالي وأشوف مخرجات التعليم الثانوي وأشوف الدرجات، لما أشوف واحد حصل على 97 في الثانوية وبعدين حصل على 17 في المفاضلة ولا 16، ها أعرف إنه أمام كارثة نحن. وهذه منظومة تعليم أساسي، يعني تعليم جامعي، الحلقة مستمرة. وأعلم كذلك أنه في التعليم العالي لدينا إشكاليات كبيرة جدا. هذه من الملفات الرئيسية. الجانب الأكاديمي مهم، الدراسات العليا والتوسع فيها والترقيات وكل هذه قضايا يجب، والنشر العلمي ومستوى النشر العلمي، وكل هذه قضايا أنا أقرأها باستفاضة وأقرأها بتفصيل حتى أعرف ما هو واقع الجامعات لدينا. بالمقابل نحن أعرف كذلك أن هناك
الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أعطانا جملة من القضايا التي يعاني منها زملائي وأقربها تماماً. أعرف بأن أنت أنا أطالبك بالنشر العلمي، أطالبك وأنت ما عندك تفرغ، ما عندك تأمين صحي، ما عندك إجازات، ما عندك كثير من الإشكاليات. هناك يعني معادلة صعبة لازم نقوم فيها، لكن مهم جداً أولاً أن نستوعب طبيعة التحدي اللي احنا نعيشه، وأن نكون جميعاً في قارب واحد. إن لم نكن في هذا القارب الواحد فلن ننجو. ما لا يمكن، لأن كل واحد يعني كل مؤسسة الآن التقي معها ينظر فقط للزاوية التي هي يعني خاصة بهم. حرصت أتكلم معكم، يعلم الله أمامي كلمات نقاط كثيرة عدوا ليها الفريق والشباب وكذا، لكن أثرت أن أتكلم معكم مباشرة أول شيء من القلب للقلب، من زميل إلى 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 زملاء. وبصدق انظر للجامعة بأنها استنارة، بأنها تقوم بدور تفاعلي، بأنها مؤسسة تقوم بدور مجتمعي. الحفاظ على حرم الجامعة وعمل كل ما يمكن من 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 أجل الحفاظ، إيقاف النزيف وإيقاف هذا الأمر، لأنه بعدين إذا تأخرنا ما عاد فيش ما بنقدرش نعالج الأمر هذا. لابد أن نعمل إجراءات عاجلة. هذا ملف يجب أن نعطيه أولوية، وأنا أمامكم الآن أوجه في هذه المسألة وسأوجه خطيا. هذه قضية سنعمل عليها وتكون أولوية بالنسبة لنا. هذا ما لدي، وشكرا.